مساء الخير. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة واللي بتعود إلى معدلتها الموسمية يوم الخميس ليرجع يتأثر لبنان اعتبارا من يوم السبت بمنخفض جوي جديد بيحمل معه أمطار ورياح ناشطة. إذن جونا لبكرة غائم جزئيا وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدا من شمال وعكرم تسجل 22 درجة، طرابلس والعاصمة بيروت 23 درجة والسور أيضا 23. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 16، اللقلوق 12، زحل 17 وجزين أيضا 17 درجة. نسبة رطوبة ساحلا توصل ل 70%، الريح السطحية تتراوح سرعتها بين 10 وتوصل لل 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء جونا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة بالجنوب اعتبارا من بعد الظهر، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا 23 درجة. للخميس جونا صافي إلى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة واللي بتعود إلى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة بالشمال، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا 24 درجة. للجمعة جونا غائم جزئيا بيتحول إلى غائم بسحب مرتفعة مساء مع ارتفاع بدرجات الحرارة والضباب على المرتفعات، أما درجات الحرارة ساحلا فبتسجل 25 درجة. للسبت جونا غائم بيبدأ بالتقلب بالقسم الثاني من النهار، أما درجات الحرارة ساحلا فبتسجل 24 درجة. وصلنا على ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.